عليكم ورحمة الله وبركاته. زي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدا خبرنا ننساش نعمل لايك نشترك في القناة. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. ويا ريت ما ننساش كمان ندوس على زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد من الاخبار ان شاء الله. خبرنا النهارده بيتكلم عن تايلور زوجة رياض محرز، وظهرت هي يعني بالفستان فكان ليها بطن شوية وممكن تكون تخنت عادي جدا، فالناس فسرت ده ان هي حامل وكتبوا ان تايلور زوجة رياض محرز حامل وبعتوا لها يسالوها انت حامل ولا لا، لحد ما تايلور نفسها ردت وحسمت الاجابه وردت وقالت لا انا مش حامل يا جماعه. كانت حاجه طريفه جدا بصراحه ان الناس يعني سالت على طول، واول ما شافوها اهتموا وسالوا على طول، وهي برضو راحت بعد شويه راحت رد عليهم وقالت لهم لا. ربنا يوفقها ويكرمها ويكرم حضراتكم جميعا يا رب العالمين بالذريه الصالحه، واشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد. بتمنى لكم كل السعاده والتوفيق من كل قلب. السلام عليكم.